السلام عليكم. دابا غادي نديرو ديك الحله اللي تتكون في الظهر، باش نديرو لها هادو، باش نديرو لها تصديفه تتكون في الظهر هكذا. غادي نشدو الباترون ديالنا، غادي تشوفوا الدرس السابق كيفاش درناه. دابا غادي حنا محتاجين غير الظهر، غادي نقطعوه، غادي نشدو واحد القطعة على جوج. انا راه عندي ديجا مقطع، غادي نحطها في الجانب ديالها هكذا، وغادي نطراسي وغادي نقطعو. غادي نجيب واحد القطعة ديال الثوب متنية على جوج، غادي نسرح فوقها الظهر، غادي نطراسي العنق ديالي، دابا من هنا لهنا غادي نختار الحلة اللي بغيت ندير. الا بغيت ندير فيها 10 سنتيمتر ندير، بغيت ندير فيها 8 ديال سنتيمتر ندير، اللي بغيتي. المهم غادي ندير لكم انا 10 سنتيمتر باش تبان. صافي، ها هي 10 سنتيمتر. غادي نزول هادي، نزول الظهر ديالي، من بعد الحله غادي نهبط بواحد 7 سنتيمتر. دابا هادي غادي تكون حله، وهنايا من بعدها كاين الثوب. من هنا لهنا غندير 10 سنتيمتر، صافي، من هنا لهنا 10 سنتيمتر، وغادي نجمع ما بين هذا. من هنا لهنا غادي تكون حله، ومن هنا غادي يكون مسدود. من بعد ما قطعت غادي نجي ندير هنا داك في صغيوره باش نعرف المنتصف فين جا، وديجا دايره واحد النقيطه هنايا باش نزلت، باش حليت. غادي نجمع ما بيناتهم، من بعد ما جمعت بيناتهم هنايا دايره 10 سنتيمتر. صافي 10 سنتيمتر، غادي نمشي كذلك لهنا ديال الظهر، غادي ناخذ المنتصف ديالها هكذا، وغادي ننزل هنايا ب 10 سنتيمتر ونطراسيها. من بعد غادي نقبض، غادي نقبض الوجه ديال لابارمونتور، الوجه هنا فين كاين الوجه، هاد الوجه غادي نديرو مع الوجه، الوجه مع الوجه، وغادي نشد هاديك الفي مع الفي، وهاد النقيطة مع هادي. غادي نلاقي الكتاف، غندوز للخياطه،
المهم ما سديوش على هادشي، راه غير قطعه ديال الثوب اللي درت بها لابارمونتور. المهم داروا دروس. غادي تمشي لهادي، غادي تقطعي بعدا كلهم بحال بحال، الا كنتي غادي تستفي بزاف ديال الصدايف غادي ديرهم كلهم في نفس الحجم، وغادي تشديهم هكذا، شديهم هكذا، وغادي تجمعيهم هنايا. دابا انا غادي ندير غير وحده حيت غنحتاج غير وحده. تجمعيها هكذا باش منين تكوني تتخيطيها ما تهربلكش وحده على وحده. المهم منين قبل ما ديري هذا القياس تتعبري الصدفه اللي غادي تدخلي فيها، شوفي الصدفه اللي غادي تدخلي فيها واش هي هذيك. يا الا كانت هادي غتشوفي هادي واش تدخلي فيها. المهم الحجم اللي بغيتي غتتعبريه. دابا تتفكري تتقولي غادي تخيط هكذا لا بارمونتور غادي ترجع للور، اذا هادي غادي ترجع هكذا، اذا تتخيط هكذا. ركزي معايا في هذه المرحله، غادي نمشي نهز لابارمونتور ديالي، غادي نخلي هنايا واحد العبار ديال الصباط لي ولا كاع ديري سنتيم سنتيم، غادي تخلي واحد سنتيم، من بعد سنتيم غادي تخلي واحد خمسة ديال الميليم هكذا على هاد السطر. استنى هنايا شتي، وعاد تردي عليها هادي بهاد الطريقة تجي مفينية زوينة. غادي نوريكم جوج طرق، كاين هاد الطريقة وكاين واحد الطريقة أسهل، ولكن ديك الأسهل تتبقى تحلي ديك البلاصة. دابا حتى تنخيطو وتنقلبو الموديل وعاد تنحلو ديك البليصه وتندخلوها تنجلسيوها هكذا. تتكوني حتى فتقتي وعاد تجلسيها هكا وعاد تخيطيها. غادي نوريكم جوج طرق. المهم انا بالنسبه لي هذه احسن طريقه تنديرها، تنخلي البلاصه ديال الخياطه وتنرد الموديل ديالي وعاد تنخيط. ندوزو للخياطة دابا. بالنسبة للخياطة تنخيط من هنا وتنزل بقياس الصباط حتى تنوصل لهنا. ملي تنوصل تنغرز واحد ثلاثة، غادي نوريكم في الماكينة غير بغيت نشرح. وغادي نطلع وغادي نخيط عاوتاني هنا. بالنسبة للبنات اللي عاد بداو يبداو بالخياطة يديرو الباتي، يمشيو هكذا ويهبطوا ويخليو واحد خمسة الميليم بعيده، وعاد يهبطوا بواحد ثلاثة ديال الميليم، وعاد يمشيو عاوتاني وعادي هنايا. انما دابا باش نربح الوقت انا غادي نديرها لكم بالماكينه. غادي نخيطوا هذا، لا انا بدل لكم الخيط باش يبان لكم. دابا نخيط قياس الصباط، راني ماشيه بقياس الصباط هكا. انا قربت نوصل لهذاك الخط
انا عاوتاني نمشي بقياس الصباط مع هذا الخط ديال الخط لي تراسيت المنتصف، غادي نمشي مع هنيش انا هكذا. هانتي ماشي تنضيق، انا وصلت للحفره ديال النقطه ديال النهايه ديال 10 سنتيمتر، غادي نزيد عليها واحد 3 ديال الميلي، غادي نرجع هكذا، غادي نضرب بالماكينه وحده جوج وعاد نرجع عاوتاني. هنايا من بعد ما وصلت راني وصلت لهذيك ديال الصدفه، دابا غادي نضرب ندير لها واحد لاغيط مهمه باش تشد لي مزيان. دابا غادي نجي قد هذاك السطر، قد هذا السطر اللي هنايا ديال قدو باش ما يجيش جنب طول من الجنب، وغادي نرجع مع العنق. قبل ما نقطع بالنسبه للموديل اللي غادي تلبسي غادي تعاوديها جوج د المرات باش ما تقطع لكش. غادي نمشي لدوك جوج كوانات، نمشي لوحدها بحال نقطع هكذا ونزيد نقطع لهادي هكا. من بعد غادي نقلب، هانتي ماشي داكشي باش قلت لكم تجي زوينه تجي نيشان. هانتي نجبدو القنت الاخر، ومن بعد غادي تخيطي الصدفه، تخيطي الصدفه هنايا لازم نخيطها ونرجع عندكم. هنا نسيت ما قلت لكمش بانكم خصكم تكرانيو عاد تقلبوا الموديل، لان انا عندي هذا الظهر ديجا درته، راه هو الدرس ديال اللي درت معاكم، راني مكرانيه. هنا واحد الملاحظه بالنسبه للوجه اللي قلت لكم، ها علاش درت لكم قلت لكم الوجه، اذا ها هو الوجه صدق هنا وفي لابارمونتور فين هو الوجه، ها هو الوجه، اذا خص تتبعوا غير المراحل ان شاء الله غادي تنجحوا فيها. المهم هذه تتكون في الظهر، نصورها لكم في المانكا تشوفوها. مع السلامه.